موقف حدث سنة 1981، جاء العالم عبد السلام الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، وطلب مني أن أرتب إذا كان بالإمكان أرتب لقاء له مع سمو أمير البلاد. واتصلت بقصر رفع ونقلت لهم رسالته، وبالفعل رتبوا لقاء لسموه الشيخ عيسى مع البروفيسور عبد السلام في قصر الحكومة، وحددوا لنا موعد، وذهبت مع البروفيسور عبد السلام إلى مبنى الحكومة، وهناك في جلسة خاصة ضمت صاحب السمو الشيخ عيسى وصاحب السمو الشيخ خليفة ومعالي الشيخ محمد بن مبارك وبروفيسور عبد السلام وأنا كمرافق له، وجرى حديث بين الشيخ عيسى سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ خليفة والبروفيسور عبد السلام. طبعا ما راح أدخل في تفاصيل ما كان الحوار جاري حواليه، لكن لما طلعنا التفت لي بروفيسور عبد السلام وقال لي: جليل، أنا تيسر لي أن ألتقي بالعديد من الملوك والرؤساء والأمراء في العديد من الدول، لكني لم أجد شخص في مثل تواضع الشيخ عيسى، سواء في ترحابه بالضيف أو في تكريمه له تقديرا لمكانته العلميه.